بسم الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي طلاب الشهاده الاعداديه اهلا بكم في لقاء متجدد قناتكم العلوم ببساطه مع مستر محمد خطاب النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء الاخير لفاضل من الدرس الاول اللي هو الحركه في اتجاه واحد المره اللي فاتت خدنا نقطه مهمه قوي اللي هي كانت بتتكلم على انواع السرعه قلنا ان انواع السرعه عباره عن سرعه منتظمه وسرعه غير منتظمه وقلنا إن السرعة المنتظمة هي عبارة عن السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. والسرعة الغير منتظمة هي السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية، أو العكس. انه يقطع مسافات متساوية في ازمنة غير متساوية النهاردة ان شاء الله هنكمل بقية الدرس دوت وهناخد اخر جزء النهاردة اللي هو بيتكلم عن حاجة اسمها السرعة النسبية قبل ما نخش على السرعة النسبية في ملحوظة كده بتتكلمنا عن حاجة اسمها آه القطار طلقة ايه قطار الطلقة ده اليابان صنعت قطار كهربائي بيسير بسرعة 200 كيلو متر لكل ساعه ويعتبر السرعه ديت سرعه فائقه وبالتالي نتيجه السرعه بتاعته الشديده او او الكبيره ديت فعشان كده سموه باسم قطار آه الطلقه والقطار دوت طوروه وصنعوا منه نوع النوع دوت وصلت سرعته ل 270 كيلو متر لكل ساعه فكره القطار ده مش زي الفكره التقليديه اللي احنا متعودين عنها في صنع القطارات القطار عباره عن عربيات بجرها برار واحد لا الموضوع هنا مختلف بقى شويه ان كل عربيه مزوده بموتور خاص فبالتالي تعتبر كل عربيه عباره عن جرار لوحده عشان كده بيصل سرعته بتبقى كبيره قوي اللي هي 270 كيلو متر كل ساعه والقطار دوت بيتحرك بعجله اسمها عجله تزايدية وعجلة اسمها عجلة تناقصية هنا الكلام ده بيعتمد على السرعة ان سرعته كل شوية بتزداد لما بيجي مثلا يتحرك والزيادة دي بتبقى منتظمة يعني مثلا اول ما يبدأ الحركة بتبقى سرعته الاول في البداية طبعا كانت صفر بعد كده بتبقى مثلا عشرين بعد كده اربعين بعد كده ستين ففي الحالة دي بنسمي لما سرعة زي كده بنسمي الحركة دي عجلة تزايدية وهنشرحها ان شاء الله بالتفصيل في الدرس التاني في الوحدة دي والعكس لما بيجي يبطأ ويقلل سرعته يقلل السرعه برضه بانتظام يعني سرعته مثلا 270 آه لما يجي يقلل يبقى 250 230 210 وهكذا ودي بنسميها عجله تناقصيه لما السرعه بتنقص يعني موضوع الدرس بقى بتاعنا النهارده دي كانت ملحوظه كده على قطار الطلقه موضوع الدرس بتاعنا النهارده ان شاء الله هنتكلم على اخر نوع من انواع السرعه عندي اللي هي اسمها السرعه النسبيه، قبل طيب ما نعرف يعني ايه سرعه نسبيه في موقف كده انا عايزك تركز معايا فيه، الموقف ده هنطلع منه بتعريف مهم قوي، لو طيب انت كنت واقف على رصيف القطر ومر قطر امامك، انت بصيت على القطر ده وقلت ان القطر دوت سريع، انت هنا عملت ايه؟ انت هنا راقبت حركه القطر وحددت سرعته بالنسبه لك وقلت ان هو سريع، في الحاله دي لما بتراقب حركه الاجسام من حواليك وبتحدد سرعتها بالنسبه لك بنسمي الشخص دوت باسم المراقب يبقى في تعريف مهم قوي هنا اسمه المراقب، ايه هو المراقب؟ المراقب هو الشخص الذي يراقب ويقدر سرعه الاجسام المتحركه من حوله، طيب المراقب ده لما بيحسب سرعه الاجسام من حوله بالنسبه له بنسمي السرعه اللي حسبها دي سرعه نسبيه، يبقى ايه هي السرعه النسبيه؟ هي السرعه بالنسبه للمراقب ده اللي هو حسبها المراقب ده، طب المراقب ده بيبقى ليه حالتين، هو بيحسب السرعه، يا اما بحسب سرعه الاجسام اللي حواليا وانا ساكن، يعني وانا واقف زي اللي هو ايه الموقف اللي احنا قلناه عليه في الاول ده اللي انت واقف وقطر عدى قدامك ورحت قايل ان هو ايه سريع او بطيء انت كنت واقف يبقى انت كده مراقب ساكن او كنت مثلا قاعد في عربيه والعربيه دي بتتحرك وبتمشي رحت انت باصص على العربيه اللي جنبك اللي هي بتتحرك جنبيك وقلت ان العربيه اللي جنبية دي دي سريعه دي بطيئه بالنسبه لي وهكذا يبقى انت هنا متحرك مراقب متحرك يبقى لما بتيجي تحسب سرعه الاجسام من حواليك ليك حالتين يا اما بتبقى انت ساكن وانت بتحسب السرعه دي يا اما بتبقى متحرك ومن هنا بقى نطلع تعريف السرعه النسبيه ايه هي بقى السرعه النسبيه هي عباره عن سرعه جسم متحرك يبقى هي عباره عن سرعه جسم ايه؟ متحرك بالنسبه يعني السرعه دي بالنسبه لمين؟ لمراقب يبقى هو ده اللي بيحسبها طب المراقب ده بيكون ساكن او متحرك يبقى السرعه النسبيه هي سرعه جسم متحرك بالنسبه لمراقب المراقب ده قد يكون ساكن او متحرك طيب يبقى كده عرفنا السرعه النسبيه اللي هي موضوع درس بتاعنا النهارده السرعه النسبيه هنحسبها ازاي؟ يبقى هنتكلم دلوقتي على قياس السرعه النسبيه هو مين اللي بيحسب السرعه النسبيه في المراقب وبالتالي السرعه النسبيه دي بتعتمد على حاله المراقب واتجاه حركته يبقى هنا في ملحوظه بتقول لي تختلف السرعه النسبيه لجسم متحرك في اتجاه ما تبعاً لاختلاف حاله المراقب واتجاه حركته يبقى السرعه النسبيه هنا لما بنيجي نحسبها بتعتمد على مين على حاله المراقب واتجاه حركته ومن هنا بقى نحدد حالات المراقب انا عندي المراقب قلنا قد يكون ساكن او متحرك طب المراقب لما بيتحرك بيبقى لي اتجاهين انا بتحرك وببص على العربيه اللي جنبي او الجسم اللي جنبي طب الجسم اللي جنبي ده ماشي معايا في نفس الاتجاه ولا لا طب انا لو كنت بتحرك كمراقب بصيت على العربيه اللي جنبي طب العربيه اللي جنبي دي مش ممكن تكون ماشيه في عكس اتجاهي يبقى هنا المراقب المتحرك ليه حالتين لا اما المراقب بيتحرك في نفس الاتجاه بتاع حركه الجسم لا اما بيتحرك في عكس اتجاه حركه الجسم المراقب لما بيكون ساكن ويجي يحسب السرعه النسبيه بيجيب السرعه النسبيه بتاعه الجسم بالنسبه له يعني قد السرعه الفعليه بتاعت الجسم، يعني ايه؟ يعني انا عندي عربيه ماشيه قدامي، العربيه ديت سرعتها مثلا 100 كيلو متر كل ساعه، وانا كنت واقف، يعني انا ساكن، لما اجي اقدر سرعه العربيه دي بالنسبه لنا واحسب السرعه النسبيه للعربيه دي بالنسبه لنا احسبها قد سرعتها الحقيقيه والفعليه اللي هي ال 100 يبقى العربيه هنا سرعتها بالنسبه لي كام؟ 100 كيلو متر لكل ساعه يبقى في حاله لما بيكون المراقب ساكن بنقول ان السرعه النسبيه هتساوي السرعه الفعليه للجسم اللي هي سرعته الحقيقيه ممكن يجي لي سؤال هنا يقول لي ايه؟ يقول لي متى تكون السرعه النسبيه تساوي السرعه الفعليه للايه؟ والحقيقيه للجسم اقول له لما بيكون المراقب ايه؟ ساكن عندما يكون مراقب ساكن ساعتها السرعه النسبيه هتساوي السرعه الفعليه طيب تعالى نشوف لما بيكون المراقب متحرك في نفس اتجاه حركه الجسم ساعتها بنجيب السرعه النسبيه ازاي انا عندي سيارتين السياره الاولى سرعتها 100 كيلو متر كل ساعه وانا كنت قاعد فيها طب العربيه دي سرعتها 100 طب انا قاعد فيها انا كمراقب يعني يبقى سرعه العربيه دي هي سرعتي انا كمان اللي هي سرعه المراقب في عربيه ماشيه قصادي جنبيه على نفس الطريق بتاعي يعني ماشيه معايا في نفس الاتجاه بس كانت سرعتها مختلفه عني كانت بتساوي 120 كيلو كل ساعه دي سرعتها الفعليه والحقيقيه العربيتين كانوا بيتحركوا في نفس الاتجاه طب يا ترى العربيه اللي قصادي دي اللي هي سرعتها 120 كيلو كيلومتر. وانا بتحرك معاها بسرعه 100 في نفس اتجاهها بسرعه 100 يا ترى سرعتها بالنسبه لي اللي هي العربيه اللي قدامي دي اللي هي 120 سرعتها بالنسبه لي 120 بالظبط ولا اقل ولا اكتر قال لك لا بقى هنا بقى في طريقه بنحسب بيها السرعه النسبيه قال لك لما بيكون المراقب متحرك في نفس اتجاه حركه العربيه او حركه الجسم ساعتها بقى بنقول السرعه النسبيه بنحسبها ازاي بقى في الحاله دي لما بيكونوا في في نفس الاتجاه وركز قوي معايا هنا بنقول ان السرعه النسبيه هتساوي الفرق بين السرعتين يعني الفرق ما بين سرعتي انا كمراقب وسرعه العربيه اللي جنبي اللي هي الفعليه والحقيقيه يبقى في الحاله ديت اطرح السرعتين من بعض اقول 120 ناقص ال 100 يطلع لي السرعه بالنسبه لي انا بقى كام؟ هنا 20 يبقى العربية اللي قصاد دي هي في الحقيقة ماشية بسرعة ايه؟ 120 بس انا هشوفها بسرعة كام؟ 20 يبقى في الحالة دي عملنا ايه؟ طرحنا يبقى طرحنا مين بقى من مين؟ طرحنا السرعة الفعلية للجسم ناقص سرعة المراقب يبقى ركز هنا لو جه قال لي جسمين ماشيين في نفس الاتجاه سرعة الاول كذا وسرعة التاني كذا احسب السرعة النسبية بالنسبة لك انت هقول له هنا اه ده هما الاتنين ماشيين في نفس الاتجاه اطرح السرعتين على طول طيب لما بيكون المراقب متحرك عكس بقى الحالة الثالثة بقى لما بيكون المركب متحرك في عكس الاتجاه حركه الجسم طب في الحاله دي بقى بنحسب السرعه النسبيه ازاي قال لك في حاله لما بيكون العربيتين او الجسمين ماشيين في عكس الاتجاه بنجيب السرعه النسبيه وبنحسب السرعه النسبيه عن طريق بقى ايه ان انا هنا اجمع السرعتين عكس بقى اللي هو الايه في نفس الاتجاه كنا بنطرح السرعتين لا هنا هنعمل ايه بقى هنجمع السرعتين يبقى في حاله لما بيكون المراقب متحرك في عكس اتجاه حركه الجسم اجمع السرعتين وهتنسى اللي هي مجموع سرعه المراقب والسرعه الفعليه بتاعه الجسم يبقى في حاله عكس الاتجاه هقول له بقى السرعه النسبيه هتساوي مجموع السرعتين اللي هي السرعه الفعليه زائد سرعه المراقب ويبقى كده شفنا حالات السرعه النسبيه وعرفنا ان انا ازاي احسب السرعه النسبيه في كل حاله يبقى لو جالي قال لي المراقب ساكن هقول له السرعه النسبيه هتساوي السرعه الفعليه لو جه قال لي المراقب متحرك في نفس اتجاه حركه الجسم هقول له السرعه النسبيه هتساوي الفرق بين السرعتين وهنا نطرح. لو قال لي المراقب متحرك في عكس الاتجاه هنا نجمع السرعتين سرعتي انا كمراقب وسرعه العربيه اللي جنبي طيب تعالى ناخد ملحوظه وبعد كده ناخد مثال على الكلام ده الملحوظه هنا بتقول لي ايه وركز في الملحوظه دي اوي بيقول لي متى تكون السرعه النسبيه للجسم المتحرك مساويه صفر بمعنى ان امتى السرعه النسبيه هتساوي صفر في حاله للسرعه النسبيه وفي الحاله دي بتبقى ايه بالنسبه لنا سرعه الجسم اللي قدامي بتساوي صفر يعني كانه ما بيتحركش كانه ساكن طب امتى الجسم اللي جنبي اللي بيتحرك زي زيه امتى سرعته بالنسبه لي احنا خدنا حاله لسه واخدينها دلوقتي في حالات اللي هو الايه المراقب دي لما الجسم بيتحرك في نفس الاتجاه قلنا بنطرح صح كده طيب لو الجسم اللي جنبي اللي بيتحرك جنبي في نفس الاتجاه كانت سرعته قد سرعتي بالظبط يعني انا كنت ماشي بسرعه 50 هو كان ماشي برده بنفس سرعتي دي برده 50 ساعتها هنا في الحاله دي السرعه النسبيه هتساوي كام اه احنا قلنا في نفس الاتجاه اطرح 50 50 يديلك كام يديني صفر يبقى في الحاله دي السرعه النسبيه طلعت بكام بصفر يبقى امتى السرعه النسبيه تساوي صفر اقول له عندما يكون المراقب متحركا في نفس اتجاه حركه الجسم وبنفس سرعته ده سؤال مهم قوي وبيجي على طول تعال ناخد مثال على السرعه النسبيه وقياس السرعه النسبيه في الحالات الثلاثه اللي احنا لسه قايلين عليهم ديت دلوقتي لو جه قال لي احسب السرعه النسبيه لسياره تتحرك بسرعه 50 كيلو متر كل ساعه يبقى في عربيه ماشيه قدامي بسرعه 50 كيلو متر كل ساعه دي سرعتها الفعليه بيقول لي بقى بالسرعه بتاعه الساره دي بالنسبه بالنسبه لك بقى بالنسبه في الحاله الاولانيه لمراقب ساكن انت كنت واقف على الرصيف وبتبص على العربيه ديت اللي هي سرعتها بتساوي 50، يا ترى سرعه العربيه دي بالنسبه لك هتساوي كام؟ اه ده انت ساكن اوعى تنسى واحنا قلنا لما بيكون ساكن المراقب بتبقى السرعه النسبيه في الحاله ديت هتساوي السرعه الفعليه للجسم، طب السرعه الفعليه هنا للجسم بتساوي كام؟ 50 يبقى في الحاله ديت هقول له السرعه النسبيه للسياره بالنسبه للمراقب الساكن ده هتساوي السرعه الفعليه السيارة اللي هي بتساوي كام؟ 50 كيلو متر كل ساعة. طيب بيقول لي برضه احسب السرعة النسبية لمراقب بقى يتحرك، أنت هنا بقى بتتحرك وكانت سرعتك بتساوي كام؟ 20 كيلو متر كل ساعة، يبقى سرعة المراقب كام؟ 20، السرعة الفعلية للسيارة كام؟ 50. بيقول لي بقى احسب السرعه بالنسبه لك في الحاله دي لما بيكون انت ماشي في عكس اتجاه السياره يعني هنا ماشيين في عكس اتجاه قلنا في عكس اتجاه بعمل ايه بطرح ولا بجمع لا احنا قلنا هن هنا بنعمل ايه بنجمع يبقى اقول له السرعه النسبيه للسياره بالنسبه للمراقب الذي يتحرك فين بقى في عكس الاتجاه في الحاله دي هقول له السرعه النسبيه هتساوي السرعه الفعليه للسياره زائد سرعه المراقب اللي هي بقى هتساوي كام 50 زائد الـ 20 هيديني 70 كيلومتر كل ساعه يبقى هنا جمعنا ليه لان هم ماشيين في عكس الاتجاه طب بعد كده بيقول لي احسب برضو السرعه النسبيه في حاله لما بيكون المراقب متحرك في نفس الاتجاه طب احنا هنا في نفس الاتجاه قلنا نعمل ايه قلنا نطرح يبقى هقول له بقى في حاله نفس الاتجاه هقول له هنا اطرح السرعتين من بعض يبقى له السرعه الفعليه للسياره ناقص سرعة المراقب يعني 50 ناقص ال 20 هيديني ايه؟ 30 كيلو متر كل ساعة. يا رب يكون استوعبت المثال ده مهم قوي ده مثال لم لي فيه كل حالات السرعة النسبية. طيب في مثال ممكن يجي بقى يقول لي احسب السرعة الفعليه للسياره هنا بقى لا ده هنا مش عايز سرعه نسبيه ده هنا مديني السرعه النسبيه ومديني سرعتي انا كمراقب وعايز من نحسب سرعه العربيه الفعليه اللي جنبي طب في الحاله دي اعمل ايه؟ ببساطه الحاله دي لما يجي يقول لي احسب سرعه فعليه اعكس اللي انت خدته في السرعه النسبيه لو قلنا في السرعه النسبيه لما بيكون الجسم متحرك في نفس الاتجاه بنطرح لما بيكون في عكس الاتجاه بنجمع طب هنا بقى لو جه قال لي احسب سرعه فعليه اعكس بقى الكلام ده لو قال لي احسب السرعه المراقب لمراقب يتحرك في نفس الاتجاه اقول له هنا نفس يبقى هنا هنجمع اجمع الرقمين اللي هم يدوني دلوقتي. طب لو قال لي احسب السرعه الفعليه لجسمين يتحركان في عكس الاتجاه اطرح يبقى اللي احنا عملناه في السرعه النسبيه عكسناه هنا لما يجي يقول لي احسب السرعه الفعليه. طب تعال ناخد مثال على الكلام ده بيقول لي احسب السرعه الفعليه لسياره تبدو سرعتها 40 كم كل ساعة تبدو سرعتها ديت يعني السرعة النسبية في الحالة دي هو مديني السرعة هنا بالنسبة بالنسبة لنا للعربية هنا بتساوي كم سرعتها بالنسبة لي 40 دي مش الحقيقيه دي سرعتها بالنسبه لنا 40 بالنسبه للمراقب يتحرك في نفس اتجاهها بسرعه كام 30 30 دي سرعه المراقب طب هو بيتحرك من هنا ازاي في نفس الاتجاه طب مين الشاطر كده يفكرني احنا قلنا في نفس الاتجاه في السرعه النسبيه كنا بنعمل ايه بنطرح هنا عايز السرعة فعليه يبقى اجمع بقى يبقى اقول له هنا هل اقول له بما أنه ان ان المراقب يتحرك في نفس اتجاه حركه الايه السياره اقول له بقى اذا السرعه الفعليه للسياره هتساوي ايه بقى السرعه النسبيه اللي هو مداني ديت اللي هي زائد سرعه المراقب اللي هو مداني دي بكام 30 يبقى هنا عملنا ايه جمعنا اهو جمعنا اقول له 40 زائد 30 هيديني كام 70 كيلو متر كل ساعه يا رب فكره المساله دي برده تكون استوعبناها هدي لك مساله دلوقتي تفكر فيها وتبعت لي الحل بتاعها في الكومنتات او تبعت لي الحل بتاعها على موقعنا في الفيسبوك طلاب مستر محمد خطاب يا رب تكون النقطه الاخيره في الدرس الاول استوعبتها اللي هي السرعه النسبيه بيبقى احنا كده خلصنا الدرس الاول ان شاء الله انتظروني في الفيديو اللي جاي هنحل مع بعض تدريبات واسئله على الافكار اللي احنا خدناها والنقط اللي احنا خدناها في الدرس الاول دوت يا ريت تذاكروا الدرس الاول بقى كله كويس عشان ان شاء الله لما نيجي ايه نحل مع بعض الاسئله تبقى انت مستوعب وفاهم كل حاجه في الدرس دوت ومركز كده معايا والى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته